انت لو رحت بقاله وفكيت بالله يا اخي هذا شو يا اخي بالله هذا شو فلفل اسود لا لا ما ابغى على حسب راعي البقاله ورجع للبقاله رجع لا على حسب توقع بيرجع انا لا وسجل عليه لا لا ما في اجودي الرزق هذا لا 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 عادي بس انا رايي عادي قول سجل على بالدفتر سكينه حاده وش الدنيا طيب تسجل انت على الدفتر ولا تبغى انا كل حياتي ماشي بالتسجيل وقفت على هذه ها بوكسي ولا لا لا انا اللي طبخه الشيف طبخه الشيف مره شوف الكشري ترى لعبتي بس انا اسوي نفسي يعني انه ولا راح تاكل تاكل اصابعك من ورا يا ابو خالد كويس يا شباب الكنترول حناكل يا شباب بزبط لكم احسن كشري 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 يا شباب اختاروا طبخه الشيف ها طبعا من ما نقدر والله من حقنا نساعده ما نقدر يساعدنا هو اكيد يعلمنا يقول الدربي مين الحين هو بيعطيكم المقادير كامله بيعطيكم طريقه طبخه سمون انتم قصر معكم في شيء ابو نروح ما اول شيء خله هو بيعطيك الطريق تفضل يا ابو عناد سلام اعطيهم الطريق خله اليوم عناد هو مختار الطبخ عناد دوبي ما اعرف اطبخ اطبخ كشري الشغله ما هي بصملها يا ابو عناد طيب الطبق اليوم احنا نتكلم عن طبق شعبي مشهور خلاص اشغلت انا طبق شعبي اشرح الطبخه وبعدها يلا تفضل مضايقك بشيء؟ ضايقت انك قاعد تعيد نفس الكلام هو طبق شعبي هو طبق شعبي مصري هو طبق شعبي, شعبي مصري هو طبق شعبي مصري هو طبق شعبي مصري ايش المشكله مشكله انك قاعد تعيد نفس الكلام جيب معلومه ثانيه غيره يا وجه الله يا ريدي معلومه انا اشغال شو انا اشغال طيب شباب عندي انا المكونات هذه تمام عندي نسك نسلق حلو نحمس تمام ونظيف نظيف يعني شلون نظيف نظيف على حمسة أشعرية وبعدها نحط مويه ننظفه خلنا لكم معكم قلم جيبوا قلم جيبوا قلم سالفتكم مطوله انتم معكم ورقه قلم فينا شوف في قول يا ابو عناد ايش نسوي في البدايه يقول سلقوا الشيء لا 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 اكتب 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 يا ابو عناد انا من كثر ما هي سهله والله ودي اضيعهم ما قاعد اعطيهم معلومه سر هذه سهله هذا الحين انا ندوم انا عارف اطبخ هو من حقه منهم اذا اختاروا طبختك يعني على مزاج لا نعرف ان احنا اذا اختاروا الطبخه إيه؟ انك ابو عناد تقول هذه طريقه الطبخه تحطون الشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني ثم تقدمها في الصحن وتعطيني اياه هذا اللي اعرفه اما حكايه قاعد تتحايل على الشباب لا ما هي حلوه الا اذا هم راضين بالشهاده تفضلوا يا شباب معكم المايك راضين بالشيء هذا 1985 في عام 1986 مارادونا جلب كاس العالم للارجنتين في حادث الشهيره التاريخي والله العظيم معلومه جميله قبلها تقريبا 8 سنوات في عام 1978 الارجنتين ايضا جابت كاس العالم بس ما كان عندهم فتى قومي زي مارادونا ولذلك استحوذ مارادونا على قلوب الجماهير خلصت يا سالم معلومه لا تهمك ولا تهم احد بس انا جالس اعطيك بالعكس